جريمة نكراء، جريمة تطهير عرقي، جريمة إعدام خارج إطار القانون، جريمة وحشية بكل المقاييس. نعم. طيب يعني كيف تعتقد أنه تم التعامل معهم يعني في خصوص الوحشية؟ يعني هنالك تكبيل للأيادي، عثر عليهم في غرفة يعني ومغلقة، تعتقد ما الذي حصل لهم بالضبط؟ يعني كونك واجهت جزء من هذه ميليشيات الحوثي الأساليب. الإرهابية عندما قامت بالاعتداء على قرى سفيان في عام 2010، كانت قد اعتدت على درب زيد. في هذه المناطق ذهبت ميليشيات الحوثي واختطفت 18 مواطن من منازلهم. تسمعوني؟ نعم. اختطفت 18 مختطف أو مدني من منازلهم، فمكثوا من نهاية شهر 5 في الصفراء في صعدة حتى جاء مؤتمر الحوار الوطني، عندما كان الشيخ صغير بن عزيز يطالب بالإفراج عنهم ويطالب بسرعة إخراجهم. قاموا بإخراج حميد لوحده، وتبقى 17 نفر. 17 نفر هؤلاء الذين تبقوا لم يكن أحد يعلم بهم. الولد هذا الذي خرج وهو كان قاصر في السن كان قد أخرج، يعني مكث معهم حوالي 8 أشهر من قبل الحوار الوطني من يوم إعدامهم. الذي حصل أنهم في نهاية العام 2012 قامت ميليشيات الحوثي بإخراجهم وإعدامهم من مسافة صفر. كانت تخرج كل 2 وتكبلهم وتطلق النار على رؤوسهم بإشراف أبو حسين اللي هو يوسف المداني ومحمد عبد الكريم الغماري. بعد أن قاموا بقتل هؤلاء 17، قاموا بمحاولة إخفاء الجريمة وقاموا بدفنهم في أحد الجروف في وادي مذاب لتغطية هذه الجريمة النكراء. خلال هذه المفاوضات الآن يعني اللجنة الأسرة تطالب بالإفراج عنهم. قام المدعو يوسف المداني والغماري وعلي حمد المشكي باللقاء بأهالي سفيان ووجهاء سفيان قبل قرابة أسبوعين، وقال لهم بالحرف الواحد، قال لهم خذوا لكم 5 مليون وبندق إيكي وكل واحد يرفع له. ال17 صفيناهم في ساعتك، كان احنا موجوعين منكم، واحنا لولا ان احنا قمنا بهذا العمل لما كان انتصرنا. وكيف يفترض ان يكون الرد من الحكومه على كل هذه الاساليب الهمجيه والعنجهيه؟ يعني احنا الان نتحدث عن مفاوضات، استكمال مفاوضات ملف الاسرى والمعتقلين. عن الجرائم التي ارتكبها صرب البوسنه بحق الكروات وبحق المسلمين في البوسنه والهرسك، لا تقل عن الوحشية التي تعرض لها، يعني عن ما تقوم به داعش إن لم تكن أشد. ما قامت بميليشيات الحوثي لن يمر مرور الكرام، والواجب علينا كمنظمة حقوقية وكشخصية اجتماعية وواجب الحكومة اليمنية وواجب وزارة حقوق الإنسان ألا يذهب الملف هكذا هدرا. لابد من لجنة دولية لتقصي الحقائق، ولابد لعرض هذه الجثث على الطب الشرعي ليحدد كيف كانت طريقة قتلها. لابد من ملاحقة قتل الميليشيات الحوثية وعلى رأسهم الإرهابي عبد الملك الحوثي ومحمد عبد الكريم القماري ويوسف المداني وعلي حمود المشكي وكل من قاموا بهذا العمل وبكل من شاركوا في هذه المجزرة البشعة، المجزرة التي تعد أحد جرائم ميليشيات الحوثي من جرائم التطهير العرقي التي لا تعد ولا تحصى في اليمن. طيب هذا ما ظهر. انت استاذ جمال، يعني ايوه، في هذا الاطار يعني تحدثت انت عن ان هذا ما ظهر، يعني من خلال ما عانيت انت في السجون، يعني تعتقد ما هو مصير المخفيين والمختطفين الذين لا يعلم عنهم شيء وايضا لم ترفع باسمائهم؟ أنا أتكلم معك من جنيف، ونحن التقينا بالمقررين الخواص للإخفاء القسري، ونحن نعمل ليل نهار على تدويل ملف المخفيين، ولكي لا يفلت أولئك المجرمين الحوثيين لا يفلتوا من العقاب.
نحن الآن قد قمنا يعني في منظمة إرادة وفي المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب بجمع استدلالات على أولئك الذين قاموا بهذه الأعمال الإجرامية، سواء كانوا صورهم أو أسماءهم الكاملة أو أماكن تواجدهم أو أعمالهم أو بياناتهم الشخصية. نحن نعمل منذ أكثر من سنة على هذا المجال، وأقولها لأول مرة، ولن نترك أولئك الذين قاموا بهذه الانتهاكات، سواء تركهم الجانب الرسمي أو تركهم الجانب الحقوقي. نحن كضحايا لن نتركهم، سنظل نلاحقهم حتى وإن كان هنالك سلام. لن يكون هنالك سلام إلا بجبر ضرر، إلا بملاحقة هؤلاء الجناة الذين قاموا بهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. من قاموا بجرائم التطهير العرقي ومن قاموا بجرائم الإخفاء القسري والتعذيب لن يفلتوا من العقاب، ونعد السادة المشاهدين بذلك. نحن كضحايا ما زلنا على الكراسي المتحركة. هل التأهيل يشمل الجميع؟ إلا الأخذ بتلك اليد الظالمة التي قامت بهذه الانتهاكات بأن تبتر. نعم، هنالك من خرج من سجون الميليشيا الحوثية في الآونة الأخيرة من ضمن يعني ضمن صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين، ويشكو عدم الالتفات إليه. هل التأهيل يشمل الجميع الذي تحدثت عنه؟ نعم، التأهيل يشمل الجميع. أنا في المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات أنشأته من ذات نفسي بجهود شخصية. لا يوجد أي جهة دولية داعمة لنا، لا يوجد أي جهة أو منظمة حقوقية، لا توجد جهة رسمية، لا توجد يعني أي جهة متبنية للموضوع. هذه جهود فردية. بدأنا بعشرين حالة، نتدرج في الحالات. هذا يعني جهد شخص معاق. عانيت كثيرا وعانيت من الإهمال، ولذلك قررت أن أقوم بهذا العمل. نعم. نحن بدأنا الآن، يعني لم يمر علينا يعني قرابة شهر أو شهر وعشر أيام فقط من عندما أعلننا المركز. ما زلنا في إطار التأسيس وفي إطار التجهيزات، ومثل ما أسلفت لك بدأنا بعشرين حالة ونحن يعني في طريقنا. أضف إلى ذلك أن لدينا أعمال كثيرة، من ضمنها الرصد، من ضمنها التوثيق. نعم. من ضمنها عدد الملفات للمحاكم الدولية. نعم. نحن لن نترك قيادة ميليشيات الحوثية لتجد لها مسوغ قانوني أو سلام، سواء كان من الأمم المتحدة أو كان من غير الأمم المتحدة أو من يعني من أي حكومة كانت أو من أي جهة طرف دولي كان يريد أن يتجاوز الضحايا. لن يملك دماءنا أحد، جمال. لن نعم. يملك ما تعرضنا له في أجسادنا أحد. نحن لن نترك جراحنا تمر مرور الكرام، ولن نقول الحوثيين يوما ما عفى الله عما سلف.